يعني كمواطن بحريني لا أتحدث يعني من موقع المراقبة، وإنما أتحدث من موقع كضحية، كوني ضحية. لقد دخل الجيش السعودي الإرهابي أول منطقة بعد تفجر الثورات البحرين، وهدم قبل أن ينبت داعش أو يتحدث الناس عن داعش، هدمت عشرات المساجد في البحرين، والذي هدمها الجيش السعودي. ليس غريبا وليس سرا أن الجيش السعودي قتل آلاف المواطنين المدنيين في داخل اليمن، وآخرها صالة العزاء التي راح ضحيتها المئات. ليس سرا وكل العالم يعرف أن المفخخات التي في العراق زرعت والأسواق التي فجرت كان مصدرها الإرهابيين الذين يتلقون الدعم من المؤسسات الرسمية الدينية السعودية، وأن السعودية تقف وراء ذلك. اليوم العالم يتفتح، والغرب والصحافة العالمية بدأت تتحدث بشكل واضح عن أن السعودية حاضنة وراعية للإرهاب، حتى أن حلفاء السعودية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيعون في هذه الأوضاع أن يخفوا حقيقة أن السعودية مصدر وحاضنة الإرهاب ومنبع. طبعا الحشد الشعبي هو الضمانة إلى تحرير العراق من براثن هذا الدنس الإرهابي الداعشي، والحشد في العراق إنما حينما يحمي ثغور العراق فهو يحمي ثغور المنطقة بكاملها، وهو يحمي ثغور المسلمين. نتمنى لسواعد هذا الحشد البطل كل الانتصارات، كل الموفقية. نحن معكم ونتباهى ونفتخر ببطولاتكم وبانتصاراتكم، ومعكم الله، ومن معه الله فهو المنتصر بالتأكيد.